بسم الله الرحمن الرحيم. نصنف ما ورد في الوحدة الرابعة حسب الحذف المطلوب لعام 2020 و2021. بما تسمى مجموعة الروابط التي تعمل على توحيد الأمة لخلق وحدة سياسية لمواجهة المخاطر المحدقة بها، واحد الهوية الوطنية القومية الإمبراطورية الديمقراطية، والإجابة الصحيحة متمثلة في القومية. هذا فيما يتعلق بسؤال اختر المطلوب. 2، عرف الهوية الوطنية وكيف تعد ضرورة نضالية. إذا السؤال شقين، تعريف الهوية الوطنية، بعدين كيف تعد ضرورة نضالية. الهوية الوطنية هي علاقة وجدانية توحد بين الإنسان والأرض التي يرتبط بها وتصبح جزءاً منه، وهو مستعد للتضحية من أجلها وخدمتها، وتترادف معها كلمات كفلسطيني وأردني بمعنى إنه حط لها ياء النسب. الهوية الفلسطينية الشق الثاني ضرورة نضالية، لأن الهوية مستهدفة من عدو إحلالي يرفع شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وسيلة نضالية لمقاومة الاستعمار للتأكيد على الوجود الفلسطيني والحفاظ على حقوقه. فالشعب الفلسطيني أحوج الشعوب للانتماء القومي لتعزيز نضاله وتحقيق التحرر بسبب صعوبة المعركة مع الاحتلال المدعوم بقوة استعمارية وهيمنة عالمية. نشوف باقي الأسئلة، ناقش الخاص بالوحدة العربية. خلصنا بالقومية والهوية والقومية الوطنية، الآن بالوحدة العربية. ناقش مقومات الوحدة. عنا مقومات أو موارد طبيعية وعنا موارد بشرية. إذا حيكون في عندي نوعين، موارد طبيعية وبشرية. الموارد الطبيعية تتمثل في أن الوطن العربي يقع في منطقة جغرافية واحدة، فهو أرض واحدة لا يوجد بينها حواجز أو يعيقها شيء، بالإضافة يعيق التواصل بين السكان، بالإضافة إلى أن التنوع المناخي أصلا يؤدي إلى تنوع اقتصادي وبالتالي تكامل اقتصادي. الموارد البشرية، العرب لهم لغة واحدة، تراث وحضاري وتاريخ مشترك، ورغم ذلك إلا أن هناك تحديات تواجه تحديات خارجية متمثلة في الخطر الصهيوني ودولية إقليمية وهناك دولية متمثلة في الهيمنة الأمريكية. هذا فيما يتعلق بمقومات الوحدة العربية والمطلوب معانا. آخر شيء في الكتاب المطلوب عنا، علل فشل المشروع الوحدوي العربي بسبب تعدد الأحزاب العربية ذات التوجهات الأيديولوجية المختلفة، تغليب المصلحة القطرية على المصلحة الخاصة، تباين الأنظمة السياسية والعربية، هيمنة القوى الخارجية على هذه الأنظمة، المؤامرات الاستعمارية على المنطقة العربية خاصة زرع الكيان الصهيوني للحيلولة دون تحقيق الوحدة العربية. هيك بكون انتهينا من تصنيف الأسئلة، وإن شاء الله موفقين في سنة 2021. بالتوفيق والنجاح لكم جميعا، مع تحيات معلمة المادة مهاديب سمور.